امبارح كابتن عصام العرجاني نائب رئيس مجلس إدارة شركات العرجاني قام بتكريم اللاعبين المصريين الحاصلين على الميداليات في البطولة الأولمبية للبارالمبيكس تقديرا لمجهوداتهم وإنجازاتهم باسم مصر. الهدف ان احنا حابين نقول للابطال ان احنا معاكم، حابين نقول لهم ان احنا دايما سعداء رفع علم مصر. مفيش حاجه تسوى في الدنيا رفع علم مصر. انا كراجل مصري لما شفت علم بلدي بترفع كان حاجه بالنسبه لي جميله. ودورنا لينا ان احنا ندعمهم سواء دعم مادي سواء دعم معنوي، ونقول لهم ان احنا دايما معاكم وفي ظهركم. عرفتوا انه في بعض الرياضات المهمله وده حال رياضات كثيره. فان شاء الله هدف العرجاني ان احنا نلعب 19 رياضه بالكامل ونركز على 19 رياضه بالكامل، وان شاء الله ربنا يكرمنا ب 19 بطل في 19 رياضه مختلفه. التكريم ده هو ناتج البطوله، ناتج الاستقبال الحاسم اللي احنا شفناه، فهو كله مع بعضه. يعني احنا ما شاء الله في باريس حسينا ان الشعب المصري كله كان فرحان لنا وكله كان في ظهرنا، وحاسين ده في الاستقبال وحاسين في التكريم بتاع النهارده. فهو اللي انا اقدر اقول يعني الحمد لله ان احنا كنا ساهمنا ببسمه وفرحه للمصريين، ويا رب دايما كده نكون قد الوعد مع المصريين كلهم ان شاء الله. بدعم بلدنا ولاد بلدنا والكباتن والكابتن عصام الطيار والاستاذ ابراهيم العرجاني، ده والله اكيد طبعا بيدينا دعم للي جاي وبيدينا نكمل. لما بنلاقي في دعم منهم ودعم من بلدنا اكيد ده طبعا بيدينا دفعه للي جاي ان شاء الله. الفرحه بصراحه كبيره وجميله، فانا عايشاها بكل جوانبها بصراحه. واحلى حاجه فرحه المصريين، انا اول مره، انا بقالي دلوقتي 30 سنه بلعب، واول مره الاقي التفاعل الكبير قوي قوي من الشعب المصري ده. فانا مبسوطه جدا، والنهارده مبسوطه كمان بالتكريم الاستاذ عصام العرجاني. الحمد لله، انا الحمد لله اعتبر دي سابع اولمبيات ليا، والحمد لله اللي كان ليا نصيب ان انا من ضمن اللعيبه اللي خدوا الثلاث ميداليات اولمبيه في اتينا وريو دي جانيرو وباريس. طبعا شعور الحمد لله انا متعودين عليه، ومتعودين كمان على ضغط الجماهير، لان احنا كنا بنلعب المانيا، وطبعا المانيا جنب فرنسا، فكل الجماهير جت من المانيا على فرنسا، فكنا لوحدينا يعتبر مع طبعا شويه جلام المصريين والبعثه. بس الحمد لله احنا لعبنا ماتش بنسميه كده ماتش العمر. مبسوط جدا ان انا اول مشاركه ليا اولمبيات واول ميداليه ليا اولمبيه، فيعني انا بشكر كل الناس وبشكر كل يعني اللي كانوا متواجدين النهارده، لان هم جزء من النجاح دون. ويعني بصراحه انا كنت مبسوط جدا ان انا واحد من الناس الموجودين، بصراحه فرحان جدا جدا، ويعني بشكره على المجهود دون، ويعني بتمنى المزيد ان شاء الله من النجاح، ونكرر الميداليه تقدم شويه فضه باذن الله او ذهب في لوس انجلوس امريكا ان شاء الله 28. احنا عدينا الولاد بشكل كويس قوي باشراك في دوره باريس، ومتوقعين انهم هيحققوا النتائج، لكن ما كناش متوقعين اطلاقا الاستقبال الشعبي والرسمي اللي حصل لما جم من باريس. يعني كنا متخيلين الموضوع هيبقى اقل من كده، لكن ما زال الاستقبال موجود، الاستقبال الشعبي والاستقبال الرسمي موجود، حتى يعني من ساعه ما رجعنا لغايه النهارده يمكن فات يمكن حوالي اسبوعين او ثلاثه، لكن ما زال النهارده الناس دايما بيحبوا انهم يكرموا ابطالنا البارالمبيين، بيحبوا يحتفوا بيهم، ودي حاجه بصراحه غير متوقعه يعني، ودي حاجه بتدي مثل وبتدي حافز لينا ان احنا نشتغل احسن في المستقبل ان شاء الله. الفتره الجايه طبعا احنا عندنا لعيبه صاحبه عزيمه وخبره كبيره جدا، عندنا بعض هيدعمها بعض من الصف الثاني المتواجد حاليا. ان شاء الله في خلال الاربع سنين الجايين ايا كان بقى مجلس الاداره بتاعنا هيكمل او هيجي ناس غيرنا، هتقدر تنظم المنظومه بتاعه الكره الطايره. مش هنلاقي صعوبه، لان احنا عندنا اللعيبه الخامه بتاعتهم بتريح اي مجلس اداره.